المستجدات الفلسطينية إلى الشأن العراقي ومستجداته، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه لن يترشح لرئاسة الحكومة المقبلة إذا كانت مبنية على أساس المحاصصة الطائفية. وقال العبادي أنه أجبر على خوض الانتخابات التشريعية الحالية رغم أنه على المستوى الشخصي لا يرغب بالترشح لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة بغية الخروج من الحكومة وهو في قمة إنجازاته حسب تصريحه. كما دعا العبادي العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات مؤكدا أن جميع مراكز الاقتراع ستكون مؤمنة.